سلام عليك يا بنتي. تعبانة مش قادرة. يا بطني. مالك يا بنتي في ايه يا طارق؟ بطني وجعاني يا حبيبتي. شكلي هولي. مش قادرة يا حبيبتي. ما تسنديني اقعد. تعالي يا طنطي تعالي تعالي اتفضلي تعالي. شكلي هولد يا حبيبتي. انا متخانقه مع جوزي وما رضاش يجي معايا للدكتور عشان عارف ان انا معايا بنت ومش عارفه اعمل ايه. مالا خلفه البنات يعني. طب وفيها ايه يا طنطي لو انت حامل في بنت؟ وبعدين يعني البنت احسن من الولد بكتير. نفسي جوزي يعرف الكلام ده. انا تعبت معاه. اقول له البنت هتنفعنا لما نكبر وهي اللي هتخدمنا وهي اللي هتنفعنا. مش فارق مع الكلام ده خالص. وتعبانه ومش قادره. معلش يا طنط. وانا اهلي مش من هنا. اهلي مسافرين. بجد؟ الله يا حبيبتي مش عارفه اعمل ايه. مش قادره يا عمو. مش قادره. معلش يا طنط. شنطتي انا؟ ايوه. طب يا حبيبتي والنبي تساعديني يا حبيبتي تجري وراها وتجيب الشنطه. حاضر. والنبي يا حبيبتي مش قادره. حاضر يا حراميه. يا حول يا رب. مش قادره اقف. تعبانه. يا بطني. حراميه حراميه حرام عليك كده. الست حامل وتعبانه. ايه عملتي ايه؟ في مصلحه جايه اهي. بس سيب الباب مفتوح. في حد شافك؟ لا لا لا. طب ادخلي انت دلوقتي. ماشي. الحق يا عمو. البنت دي حراميه يا عمو. امنيه يا بنت. انا حراميه؟ هي بنتك يا عمو. ايوه. واحده واحده بس احكي لي ايه اللي حصل. حرام على بنتك يا عمو. بنتك حراميه. كان في طنط تعبانه وحامل في بنت وجوزها ما بيحبش خلفه البنات. كان جوزها نفسه في ولد. راحت بنتك جايه وسرقه منها الشنطه. انت سرقتي منها الشنطه امنيه؟ ينفع انت تعملي ده؟ بنت انا تسرق؟ هقول للناس ايه بس؟ هقول لاصحابي ايه؟ والله العظيم ما انا سايبك. غصب عني يا بابا. انا بحب كده. برتاح لما بعمل كده يا بابا. انا قسما بالله ما هسيبك وامد ايدي عليك. ادخلي جوه يلا. حاضر حاضر. واحبك بكل حاجه يا امنيه. شكرا يا حبيبتي. شكرا يا حبيبتي. بس عايز اقول لك على حاجه. اوعي تقولي لحد اللي بنتي حراميه. حاضر يا عم. ادخلي. طيب يا حبيبتي. جدع يا بنتي يا امنيه. عيب عليك يا حبيبتي. انت فاهمه الموضوع غلط. فهميها انت كل حاجه بقى عشان انا مش عارفه افهمها حاجه. بص يا حبيبتي. بنتي بتبقى مبسوطه لما بتسرق. فانا بخليها تسرقني مرتين ولا ثلاثه بدل ما تسرق حد غريب. حرام عليكي يا طنط. يعني انت خليتيني اسيب شغلي كله يا طنط. هديكي اللي انت عاوزاه يا حبيبتي. بس خدي شم المنديل ده كده. ليه يا طنط؟ شميه ريحته حلوه قوي. ده جميل. يعني انت يا طنط مش بتضحكي عليا؟ لا يا حبيبتي مش بضحك عليكي. الله ينور عليكم. جدع بنت امنيه. البركه في امنيه. عايزكم بقى تصحصحوا كده وتفوقوا. حاضر. يلا على اللي بعده. يلا بينا. هات الشنطه. خدي. يلا بينا. حبيبتي افتح شباك الكراجيك. انا واقف تحت البيت. مش هعمل زيت زيت. وحشيني. مش لفي وتدوري عليا ليه؟ مش عايزه تحني ليه؟ طيب تحبي بقى اغني لك؟ الغزاله رايقه. الغزاله رايقه؟ بس انا بتعامل مع امي. طب يلا. انا جديد. انا طب يلا قولي غنيها لي كده. ليلي يا ليلي يا
ليلي يالي الغزالة رايقة من الناس الحلوة سايقة. يا عمو يا عمو. نعم يا حبيبتي. ملقتش يا عمو طنط حمل؟ ليه في حاجة؟ بص أنا أقول لك، أصل في بنت سايق منها الشنطة وهي عمالة تجري وراها، والبنت رمت الشنطة عندها في الجنينة. هي دي الشنطة؟ أيوة. وأنت عايزة تروحي تديها لها؟ أه، وهي تعرف يا عمو هي مشيت فين؟ انت على فكره انت امينه وهتدخلي الجنه كمان. اصل هي صعبت عليا قوي يا عم. ايوه اللي هناك دي. ايوه يا عمو هي. طب تعالي يا حبيبي تعالي. ماشي. يا سيدي يا جماله ماله ضغط كتير علي، ما تقرب مني حبه، لا لسه شويه حبه. طب وحياه المحبه دام جيت جنبي خلاص خليك. لا ده قلبي. فين التليفون يا فيروز؟ كنت عايزه اصورك. طب بصي هدخل اجيب التليفون بسرعه واجي عشان اصورك. ماشي. ونصور فيديو انا وانتي. ماشي؟ ماشي يا روزه، مش هتاخر عليك. السلام عليكم. عليكم السلام. البنت دي كانت بتسال عليكي، لقت الشنطه بتاعت حضرتك. حبيبتي على فكره البنت دي هتدخل الجنه عشان عايزه ترجع الشنطه لصاحبتها. جدع يا حبيبتي، بس انت لقيتي الشنطه فين؟ في الجنينه. في الجنينه؟ اه. شكرا يا حبيبتي. عفوا يا طارق. انا لازم اجيب لك لعبه، هتيجي معايا البيت وهديكي احلى لعبه من البيت. لا والله شكرا يا طارق. لا يا حبيبتي انا مش زي ماما، لازم تسمعي كلامي. يا حبيبتي تسمعي كلام ماما؟ اه. اسمعي كلام طنط يا حبيبتي. هتجيب لك لعب كتير قوي. بس انا والله مش عايزه. لا هي عايزه تعمل معاكي واجب عشان انت امينه. هتجيب لك هديه كبيره جدا. خدي يا حبيبتي الشنطه انا مش عاوزاها. ليه طيب؟ لازم اجيب لك لعبه الاول. طب ماشي. تعالي يا حبيبتي. بس خدي شمي المنديل ده كده. ليه طيب؟ حلو قوي شميه بس. بجد؟ ايوه يا حبيبتي شميه. ريحته حلوه؟ نعم. نعم يا حبيبتي. انا حاسه انها جايه. اركبي يا حبيبتي. ما احنا عايزينك تدوخي يا حبيبتي. اركبي يلا بسرعه. يجي معايا عند الدكتور عشان انا هجيب بيته، ما بحبش خلفه البنات. يا عيني. ما البنات مالها يعني؟ ما البنات عسلاتها. وانا اهلي مش من هنا وماليش حد هنا خالص، وتعبانه وشكلي هولد. وتعبانه يا حبيبتي تعبانه شكلي هولد. دل. نعم يا حبيبتي. هي دي شنطتك؟ ايوه شنطتي يا حبيبتي. طيب. انا هاخدها بقى عشان ماما عايزاها. لا يا حبيبتي دي شنطتي والنبي ساعديني يا حبيبتي وهاتيني شنطتي عشان انا تعبانه ومش قادره اقوم اجري وراها. والنبي يا حبيبتي. فيروز فيروز. مالها كنت بتجري ليه يا فيروز؟ رايحه فين؟ شنطتي يا ماما اتسرقت يا ماما. طب. وهي صعبانه عليا يا ماما. يا حبيبه قلبي احنا مالنا يا ماما؟ وانت هتعرفي برضو تجيبي شنطه؟ طب حضرتك ما رحتيش جبتي الشنطه ليه؟ اصل انا حامل وتعبانه وشنطتي اتسرقت. امك اتاخرت قوي يا امنيه. ايوه اصل البنت الصغيره اصلا ما جاش ورايا. طب يعني بالله عليكي بنت زي دي هي اللي هتروح تجيب لك الشنطه من اللي سرقها؟ لا لا مش لازم يعني نفكر يكون في مخ شويه؟ معلش حقك عليا، مش انا تعبانه ومش قادره. طيب سلامتك. انا هقوم امشي. ايوه اتفضلي. شكلي هاولت شكلي هاولت. خفيتي دلوقتي ومشيتي صح؟ ينفع كده فيروز؟ ينفع كده؟ مش قلنا يا فيروز ما نتكلمش مع حد في الشارع ولا نقف نسمع لحد في الشارع وما نمشيش مع حد ما نعرفوش؟ ينفع كده؟ صح يا ماما. اصلا الست دي شكلها غلط يا فيروز، افرضي دلوقتي كانت خطفتك كنت انا هعمل ايه؟ طب افرضي عورتك يا فيروز كنت انا هجيبك تاني منين؟ ينفع كده يعني؟ اصل يا ماما ما ينفعش كده تاني يا فيروز، ما تعمليش كده تاني عشان ما ازعلش مني. ماشي. عشان انت اغلى حاجه في دنيتي يا روز. ماشي يا ماما. يلا بقى تعالي ندخل جوه. يلا حبيبتي يلا. ربنا يستر. اهي ماما اهي.
الحقني يا محمد، قلبي كان هيقف يا محمد. اللي حصل وفين البت؟ البت كانت بتجري، راحت امها قفشتها ومسكتها بقى ما جريتش، امها خدتها وطلعت بيها. بس امها ذكيه قوي يا محمد. امها ذكيه؟ يلا بينا نمشي من هنا. طب يلا اركبوا وبكره نروح منطقه ثانيه. ماشي، بس انا كنت خايفه قوي يا محمد. حصل خير الحمد لله، اركبوا بسرعه. يلا بسرعه يا نادر. بطني مش قادره. يا بطني مش قادره. بطني مالك يا طنط؟ في ايه يا طنط؟ بطني وجعاني يا حبيبتي، انا شكلي هولي مش قادره. الحقي طنط، في بنت سرقت شنطتك يا طنط. سرقت شنطتي انا؟ ايه يا حبيبتي؟ البنت اللي دخلت عندك يا حرامية يا عمو. بنت انا حرامية؟ هي بنتك يا عمو. ايوه حرام عليها يا عمو. بنتك واحدة واحدة بس يا حبيبتي، اهدي بس. بنتك حرامية يا عمو، كان في طنط تعبانة وبطنها وجعاها وحامل في بنت وجوزها ما بيحبش غلفة البنات. يا حبيبتي انت فاهمة غلط يا حبيبتي. فاهمة غلط ازاي يا عمو؟ تعالي بس معايا وانا هفهمك الموضوع. اتفضلي خدي يا حبيبتي، انا هفهمك كل حاجة. والنبي ساعديني وهاتيلي شنطتي، مش قادره وبطني وجعاني ومش قادره اجري وراها. والنبي يا حبيبتي